بعد ما شفنا ترندز خلينا نبتدي فقرتنا الإخبارية، ومعانا خبر من وزارة السياحة والآثار اللي احتفلت امبارح بالعيد القومي لمحافظة مطروح، المحافظة اللي بتضم العديد من الآثار وليها تاريخ حافل على مر العصور. مطروح كمان بتضم متحفين مهمين، هما متحف مطروح ومتحف رامل. محافظة مطروح بتحتفل بعيدها القومي اللي بيخلد لذكرى معركة وادي ماجد 1915 ميلاديا، اللي قاوم فيها أهالي مطروح الاحتلال البريطاني في الصحراء الغربية وانتصروا عليهم. وطبعا اللي مننا زار محافظة مطروح عارف أن ليها طبيعة جميلة جدا جدا وساحرة جدا، وبتعتبر منتجع طبيعي يلاجي لأن مناخها جاف طول السنة، وبتشتهر برمالها الساخنة القادرة على علاج الأمراض الروماتيزمية. خلونا نعرف أكتر عن أهمية محافظة مطروح وعن فعاليات العيد القومي من التليفون من أستاذ أسامة إبراهيم، مؤسس صفحة المكتشف. وصباح الورد عليك يا أستاذ أسامة. صباح الورد ياسمين، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. إحنا أسعد أكيد. خلينا في البداية نعرف من حضرتك كده، يعني كلمنا عن محافظة مطروح، الأماكن الطبيعية كتير قوي اللي فيها، المنتجعات العلاجية، كلمنا أكتر عنها، احكي لنا. تمام. أنا بالنسبة لي مطروح طول الوقت يعني ببقى مبسوط وأنا بقول مطروح بترد الروح. صحيح. لان هي يعني مزار لعائلات اسر كتير جدا طبعا. بالنسبه لهم مطروح هي المزار اللي لازم يتكرر في السنه ممكن مره على الاقل، وده بسبب حاجات كتير قوي. عندنا الشواطئ، الواحد لف في مصر كلها تقريبا ما لقاش شواطئ زي شواطئ مطروح. صحيح. ما لقاش مزارات سياحيه لطيفه وفي نفس الوقت مناسبه للعائلات رغم اختلاف مستوياتهم. شواطئ زي مثلا عندنا شاطئ رومل أم الرخم، شاطئ الغرام، مش بس في الجزئية بتاعت الشواطئ، كمان في عندنا يعني مناسبة للأسر كمان زي سوق ليبيا وسوق سيوة، وسوق سيوة تحديدا بالأخص لأن معروف إن سيوة جزء من محافظة مطروح. في ناس ممكن ما تعرفش المعلومة دي، بس سوق سيوة في منتجات سيوة اللي ناس كتير جدا بتدور عليها زي زيت الزيتون والتمور والزيتون بشكل عام، مش كده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. ففي ناس كتير بتروح سيوة مخصوص كل سنة عشان تشتري المنتجات اللي هي بتحبها يعني، او المنتجات الطبيعية وخيرات سيوة تحديدا يعني. صحيح. بالاضافة ان يعني في الصيف طول الوقت الناس بتحب تروح عشان رحلات اليخت اللي بتتعمل هناك بتبقى برضو يعني رحلات مختلفة، بيشوفوا يعني اجمل شواطئ موجوده، ممكن تكون حتى موجوده على مستوى العالم او مصنفه عالميا. الواحد لف في اماكن كتير جوه مصر وبره مصر كمان ما لقاش زي الشواطئ بتاعت مطروح. طب استاذ اسامه، طبعا معروف ان مطروح ممكن يروحها كل الفئات، يعني كل فئات المجتمع، من كل الفئات من كل الطبقات، فخلينا نعرف منك كده ايه الانشطه اللي ممكن الواحد لما يروح يعملها غير الشواطئ. طبعا هي معروفه ان هي مالديفز مصر، بس خلينا نتكلم اكتر عن لو انا عايز اروح مثلا، مش هروح في الصيف هروح في الشتاء، ممكن اعمل ايه هناك؟ كل حاجه ممكن تتعمل في مطروح، حتى التمشي على الكورنيش يعني الدنيا شويه بتبقى اهدى، مش كل الناس في اسكندريه كده في الشتاء يعني، الناس بتحب تروح شويه في الشتاء عشان الدنيا تبقى اهدى، ما تبقاش فيها بتبقى زحمه جدا، الناس كلها بيبقى عليها بشكل كبير يعني. الرحلات اللي ممكن تتعمل، في انشطه والعاب مائيه كتير جدا بتتعمل هناك، رحلات اليخت، البنانا بوت، الباراشوت، التمشية مجرد على الكورنيش بتبقى حلوة جدا. في منطقة ملاهي هناك على الكورنيش، في منطقة مطاعم، شارع اسكندرية من الشوارع الرئيسية جدا جدا في مطروح، واللي الناس برضه يعني لازم تعدي عليه عشان تشتري حاجات أو تاكل أو تشرب. فبمنتهى البساطة ممكن الواحد يروح مطروح ينزل البحر ويتمشى شوية على الكورنيش ويروح ملاهي يلعب ولاده مش عارف إيه الحاجات دي، بيرجع مبسوط وسعيد وممكن يقضي هناك اقل وقت ممكن يقضيه اسبوع مثلا على الاقل. اكيد طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اسامه ابراهيم، مؤسس صفحه المكتشف.